انطلق في مدرسة سمير أبو حرش للتعليم الأساسي في حي السكري معرضاً فنياً علمياً ثقافياً شارك فيه نحو 40 طالباً وطالبة من المدرسة. المعرض هو عبارة عن مشاريع خاصة بالأطفال، تم تجميع مشاريع الأطفال اللي بيقوموا فيها في المدرسة في معرض، تم افتتاح المعرض فيه جميع الشغلات اللي بتهم الأطفال، وفي عبارة عن فقرة فنية وعندنا فقرة رياضية يتم عرضها في ساحة المدرسة. شيء بحفز الطلاب، بحفزهم علميا، بحفزهم فنيا، يعني اشتغلوا على حالهم، اشتغلوا على مشاريعهم، انجزوا، وكثير شيء الحمد لله انتم شايفين شيء حلو ان شاء الله، يعني هذا بحفز الطالب طبعا على الدراسة بطرق أخرى، بطرق فنية، يعني نفس اللي تساوي مثلا الحروف العربية سواها على شكل زهرات، البيئة سواها على شكل مثلا شيء مجسم. تنوعت المعروضات بين لوحات فنية وأخرى علمية تقدم الفائدة في عملية إعطاء الدروس، إضافة إلى منتجات يدوية عمل عليها الطلبة خلال شهر ليتوج بافتتاح هذا المعرض. خلينا الطلاب يدعموا فكرة الإبداع والمحبة والتعاون أهم شيء، وكمان أهم شيء في وسائل متنوعة، وسائل تعليمية انضمنت دروس دينية ودروس من اللغة العربية والإنجليزية، وكمان عندنا فصول الأربعة، وفي عندنا كمان من مادة أنا كمعلمة رسم بالمادة الرسم في عندنا أشغال كمان يدوية، دخلنا الصوف الورد، عندنا كمان المناسبات، شجرة الميلاد. مشاركتي بهالمعرض أنا بتمنى أشارك فيه لأنه هو بيفيدنا ونحن نتعلم الرسم ونتعلم الاستفادة منه، ومدرسة سمير أبو حرش نحن بنفتخر فيه أنه هي علمتنا الدراسة، وهي نحن بنفتخر مدرسة سمير أبو حرش، ونتمنى النجاح لكل الطلاب. موضوعي بعبر عن المواصلات وإشارة المرور، نمشي على الإشارة الخضراء بنوقف على الإشارة الحمراء. العالم السوري نحن عملنا من الورق الملونة لعالم سوريا، ونحن كتير بنفتخر بعالمنا وطننا كمان. أنا بحب أشتغل مع الطلاب، بحب أعمالهم، بساعدهم بأعمالهم، بحب أطلع مواهبهم، بحب إيش في عندهم مواهب بقلبهم تطلع، يعني يظهروا كل شيء عندهم. طالب كتير فرح معنا وفرح بإبداعه الجديد، يعني أبدعوا طلابنا كتير واشتغلوا بإيديهم واشتغلنا نحن معهم كمان. وأقيم على هامش المعرض رقصات ولوحات فنية شارك فيها أيضا الطلاب معبرين عن سعادتهم بالاهتمام المولى لهم ولمواهبهم.